السلام عليكم يا شباب. ان شاء الله النهارده نكمل مع بعض الليكتشر اللي فاتت الجزء بتاع الانتجريشن. هو التكييف فيه مشكله مع الدكتور. اوكي فهنبدا من اللي انا قلته المره اللي فاتت. خلي بالكم القوانين المهمه بتاعت المره اللي فاتت اللي انا اكدت عليها المجموعه دي. خلي بالك كده معايا، انا هراجع عليك بسرعه قوي، عايز اكد على التعليم عشان نقدر ان احنا نكمل مع بعض. ف هقولهم وبعدين نقول كذا مساله وبعدين نكمل الانسان. انا عندي كذا قانون مهمين قوي، خلي بالك يا اول واحد فيهم بيهمني الكل عارفه، ان لو انا بعمل انتجريشن خلي بالك ل f of x to the power of n times dx times f dash x، لو انا الفورم ده موجود عندي، يعني عندي f of x مرفوع الباور مضروبه في f dash x، على طول مجرد ما انا اتاكدت من الكونديشن ده كده عندي كونديشن. مجرد ان انا اتاكدت من الكونديشن ده بكل بساطه يبقى الاجابه بتاعتي على طول بمسك ال f of x. just a second. تاني زي ما بقول لك القانون اللي انا بكلمك عليه، لو انا بعمل انتجريشن وعندي f داش اوف اكس، الكلام ده مضروب في f اوف اكس كله على بعضه تو ذا باور اوف ان في دي اكس، وانس ان انت اتاكدت ان ال f اوف اكس دي الديريفيتيف بتاع اللي جوه البراكت اكزيست كونديشن ده ساتسفاي، على طول الاجابه من غير تفكير انا بروح f of x بزود على الباور واحد وبقسم على الباور الجديد بلس الكونستنت بتاع الانتجريشن. يبقى انا القانون المين اللي انا بتكلم عليه تبقى انا عندي f of x مرفوع لباور مضروب في الدريفيتيف بتاع واتس انسايد ذيس براكت، على طول الاجابه بزود على الباور واحد بس فين؟ الباور الجديد. القانون ده مهم واحنا خدناه المره اللي فاتت معايا مره. القانون الثاني اللي يهمني برضو ده قانون مهم قوي يهمني قوي انك انت تبقى عارفه. القانون ده بيقول انا لو بعمل انتجريشن وموجود عندي f داش x divided by f of x في dx، على طول الاجابه بتاعي ده سهله جدا. بس خلي بالك ان لازم يكون الباور بتاع f of x تحت ده بكام؟ يساوي 1، مفيش باور اكشن. والاجابه في الحاله دي الكلام ده بيبقى بيساوي اللان بتاع f of x، او ريكومند انك تحط ابسوليوت زائد بلس، بس لو ما حطيتوش انا اكسبت بالنسبه للريزلت دي. لكن هو از كونسبت لازم اللوجاريتمك فانكشن الجزء اللي بيجي وراها لازم يبقى بوزيتيف، فالصح انك تحط ايه؟ ابسوليوت فانكشنز او ابسوليوت يعني. ده واحد، ده اثنين. برضه المره اللي فاتت انا اكدت عليك في حاجه ومعلومه مهمه قوي، ان لو انا بعمل انتجريشن لو انا عندي فورم بتاعت اكسبوننشال فانكشن اي تو ذا باور اوف اف اوف اكس في دي اكس، بس تحت شرط ان الكلام ده مضروب في اف داش اكس، يبقى الريزلت بتاعتك على طول ده بيساوي اي تو ذا باور اوف اف اوف اكس نسخه كونستنت. القانون دي غايه. والمره اللي فاتت احنا كنا وقفنا بالظبط، او يعني المفروض هنخش كمان على الجزء بتاع الانفرس تريجنومتري فانكشن. انا هسيب وقت لغايه ما اخش فيه، بس الثلاثه دول مهمين جدا، القانون ده والقانون ده وطبعا الاكسبوننشال فانكشن يمكن بعيده شويه ما تتلخبطش. دايما الناس بتتلخبط في بعض الاحيان بين ده وبين ده. انت شايفهم في الوضع ده ما فيش لخبطه، لكن لو الفانكشن دي موجوده تحت زي بعض الامثله هوريها لك، لا محتاج ان انت تبقى صاحي قوي واخد بالك امتى بزود الباور بس مع باور جديد، وامتى تبقى بتساوي لوجاريتمات الفانكشن. ده احنا قلناه المره اللي فاتت، عدينا بقى. اوكي؟ طيب تمام، حلو قوي. خليك معايا. طبعا دي مجموعه من المسائل احنا وقفنا عليها المره اللي فاتت الانتجريشن. وانا دخلت على طول بعد ده كان كله معلوم وبدات اتكلم على التريجنومتريك فانكشنز. انا عايز ارجع لكم شويه وعايز اضرب الثلاث امثله دي، عايز اتكلم على الثلاثه دول. فخليني انا احط لك امثله عليهم ورا علشان احلهم معاك، طبعا ده محلول عندك اوريدي في الوقت. بس تعالى بص كده، لو انا على
اللي انا عايز اكتب عليه دلوقتي. بص كده، لو انا عايز اعمل انتجريت لي اكس ماينس 2 والكلام ده تايمز الروت بتاع اكس سكوير ماينس 4 اكس بلس 5 وذ 3 اكس. ادي واحد. In a similar manner, لو انا عايز اعمل integration ل x minus 2 والكلام ده divided by x squared minus 4x plus 5 والكلام ده power 3 ادي dx 4 حاجة بالشكل. وبرضه in a similar manner نفس الاسلوب بالظبط، لو انا بعمل integration ل x minus 2 والكلام ده divided by x squared minus 4x plus 3 وادي x. اللي يهمني قوي انك فاهم الديفرنسز بينهم، لان انت مش هتقدر في الامتحان مساله دي كيف على طول مش هيجي لك مثلا في الامتحان ثلاث مسائل زي دول جنب بعضه. بس هي المشكله ان انت بتيجي تحل مساله ممكن تبقى واحده منهم تظهر قدامك، فالمهم ان الواحد عارف يتصرف فيها ازاي. اول واحده حد يقول لي اعمل ايه؟ multiply by 2 by 2. تمام، الراجل فكر على طول في قانون واحد، كل واحد باله منه ازود على الباور واحد واقسم على مين؟ على الباور الجديد، بس لازم الكونديشن يتحقق. يبقى هعمل ده ازاي؟ هاجي بكل بساطه ادي عباره عن الانتجريشن، دي عباره عن اكس سكوير ماينس 4 اكس بلس 5، الباور بتاعي دلوقتي بيساوي كام؟ بيساوي هاف. علشان اقدر اشتغل على القانون اللي هو بيقول عليه لازم الدريفيتيف بتاع دي يبقى بره. يبقى انا لازم يبقى عندي في البدايه الدريفيتيف بتاعي لازم يبقى موجود عندي هنا، من هنا كده لازم يبقى موجود عندي 2x minus 4. هل انا عندي 2x minus 4؟ ممكن عندي x minus 2. ها اعمل ايه؟ عبد الهادي اضرب في بوزيتيف 2 واقسم على بوزيتيف 2، يبقى اكني مش عملت حاجه. يبقى انا على طول هروح نازل هنا قايل ان انا هيبقى عندي 2 في x minus 2، بس اوعى تنسى ان انا لازم بره اعمل ديفيجن على كام؟ على هاف. يبقى انا ضربت في 2 وعملت ديفيجن على 2، اكتر ما غيرتش اي حاجه. في الوضع ده على طول بالوضع ده او بالشكل ده اصبح عندي هاف انتجريشن ادا 2x minus 4 والكلام ده ديفايدد باي البراكت واتس ايفر موجود في اي ده هاف ده دي اكس. اقدر اعمل الانتجريشن بتاعي هيساوي هاف بنقل البراكت بزود على الباور واحد اد 1 تو ذا باور ذن ديفايد اون ذا نيو نمبر، يبقى ده ديفايدد باي 3 اوفر 2 بلس كونستنت وات ايفر بقى اللي موجود كله اكس سكوير ماينس 4 اكس بلس 5. لا يفرق. احنا ليه يعني احنا ليه بنقول مالتي باي 2؟ ان احنا لو احنا في مالتي باي 2 احنا كده عندنا 2 اكس ماينس 4 صح؟ اه تمام، بس احنا ما عندناش 5 دي الدنيا بالايه؟ بال 5 مش بنحسبها؟ لا ده زي ما هو ال 5 الدريفيتيف بتاعه كام؟ هو انا ليه ضربت في 2؟ فكرني اسمه يوسف. هو انا ضربت ليه في 2؟ يوسف بص على دي اكس سكوير ماينس 4 اكس بلس 5 الدريفيتيف بتاعها بتساوي كام؟ فضل يعني هو ده بس؟ اوكي يبقى انا عايز ده بس اللي يبقى موجود؟ لازم يجيب الدريفيتيف بتاع الفانكشن يبقى اكزيست عشان اقدر اد 1 واعمل ديفيجن على النيو باور. تمام؟ مفتينا اوكي؟ ها؟ تمام؟ اي استفسار في ده؟ واضح. تعالى على اللي جنبها بص كده يا مارك سيميلر اتس اكزاكتلي ذا سيم. انا يهمني قوي الكل فاهم الفرق بين دي وبين اللي جنبها، في فرق بين الاثنين هما نفس المساله طبعا. ايه بقى الفرق بين ده وبين ده؟ حد يقدر يقول؟ واحده منهم الباور اللي تحت ب 3 لكن اكشوال هنا ما فيش باور صح كده؟ الباور بيساوي كام؟ بوزيتيف 1. اذا كان الباور بيساوي بوزيتيف 1 الحاجه الوحيده اللي بقدر استخدمها اللوجاريتماتيك فانكشن معايا، بس برضه في كونديشن. الكونديشن بيقول ايه؟ لازم الدريفيتيف بتاع الدينومينيتور يبقى اوريدي اكزيست اون ذا نومينيتور. ما هو اكزيست يبقى انا لازم يبقى موجود عندي مين؟ لازم يبقى موجود عندي زي الثانيه بالظبط. يبقى ده لازم يبقى موجود عندي 2x مثلا كام؟ ماينس 4. يبقى برضه اضرب في بوزيتيف 2 واقسم على كام؟ على
شايف بعدين يقول لك difference between the two squares مثلا؟ ايه؟ لا هو هيفيدك فين؟ هو طبعا مش difference between the two squares قصدك ينفع اعمل analysis بس لو انا عملت factorizing مش هيبقى هيعمل لك ايه؟ فبالتالي الأكثر بتاعي يكون لم denominator بس طبعا الاول لازم تضرب في 2 تقسم على ايوه انت معايا مارك تمام طب نشوف بالنسبه في النص احنا بنطلعها فوق نخلي الساين نيجاتيف مظبوط لسه هتكلم عليه دلوقتي فكرتينا اوكي طيب يعني اذا الحركه اللي بعدها على طول انا هقول ان انا عندي انتجريشن ادا 2 في اكس ماينس نيجاتيف 2 والكلام ده ديفايدد باي اكس سكوير ماينس 4 اكس بلس 3 بلس 5 وات ايفر الكلام ده دي اكس وهنا مضروب في هاف الاجابه والريزلت بتاعتك الكلام ده يساوي هاف بعدين عندي اللوجاريثماتيك فانكشن بتاعت الاكس سكوير ماينس 4 اكس بلس 3 او 5 بلس خلص انا زي ما قلت تاني او الكومنت اللي بتحط في الوسط طيب اللي في الوسط اللي في الوسط اكزاكتلي ذا سيم ذا فيرست وان ايه هي بالظبط؟ الفرق ان الباور هنا بيساوي هاف لكن الباور هنا بيساوي نيجاتيف يعني اذا دي انا اقدر اخليها كده الاول اهي انتجريت اكس ماينس 2 والكلام ده هيبقى تايمز اكس سكوير ماينس 4 اكس بلس 5 الباور اوعى تنسى ان هو بنيجاتيف 3 والكلام ده تايمز مين؟ هي اكس سيميلر ماب يا ترى الديريفيتيف بتاع الفانكشن اللي جوه اوريدي اكزيست بره ولا لا؟ اولموست اكزيست اتس بس ميسنج 2 يبقى اقدر 2 اقسم على 2 يبقى اذا على طول الحركه اللي بعديها ادا انتجريشن ده كده 1 اوفر 2 واللي جوه هيبقى 2 اكس ماينس 4 تايمز اكس سكوير ماينس 4 اكس بلس 5 تو ذا باور اوف نيجاتيف 3 في دي اكس وانس ان الكونديشن ده ساتسفايد الاجابه طلعت اي بتساوي اوف اد على الباور 1 يبقى اكس سكوير ماينس 4 سوري ماينس 4 اوكي ماينس 4 اكس بلس 5 الكلام ده اصبح تو ذا باور اوف نيجاتيف 2 ديفايدد باي نيجاتيف 2 زائد مين؟ زائد كونست ده بالقد ولا بالقد؟ نيجاتيف 3 بلس 1 بالقد ولا بالقد؟ خلي بالك الكل بلا استثناء بيغلط لو انا انت بضرب بجمع وانت بضرب انا بعمل سبتراكشن لو انا بعمل ديفرنشيشن بعمل اديشن لو انا بعمل انتجريشن تمام؟ اوكي اي استفسار اي مشاكل فيه؟ شور كله تمام وضع احمد تمام حلوه بس ماشي طب الايه؟ بس ازاي عملت الفوق ده؟ طيب انا عارف من البدايه في قانون في لوب بيقول ايه؟ بيقول انا لو بعمل انتجريشن لاف داش اكس ديفايدد باي اف اوف اكس دي اكس الريزلت الاجابه على طول ده عباره عن لن الدينومينيتور لن اف اوف اكس بلس بس الكونديشن هنا ان الفانكشن اللي في الدينومينيتور لازم الديريفيتيف بتاعها يبقى اوريدي اكزيست على الدينومينيتور ده واحد النقطه الثانيه لازم الباور بتاع اللي تحت يبقى بوزيتيف 1 يعني مفيش باور اكشن اهو هنا بالظبط لما حصل فاول حاجه عملتها بدات اعمل تشيك ان اكس سكوير ماينس 4 اكس بلس 3 اكشوال الديريفيتيف بتاع ده هو عباره عن 2 اكس ماينس كام؟ طيب يا ترى ده اوريدي اكزيست فوق اولموست موجود فوق صفر بص لده وبص لده ميسنج مين؟ لذلك مش تزود 2 تو مالتبلاي باي 2 يبقى انا لو انا ضربت ده في 2 هيبقى ده 2 اكس ماينس 1 اكزاكتلي ذا سيم بلس ما تقدرش تحط كده 2 من دماغك يبقى انا لو كنت ضرب في 2 وعملت ديفيجن على كام؟ لان 2 اوفر 2 1 ما عملتش حاجه اصلا يبقى ال2 دي لما تنضرب في ده هتحقق الكونديشن يبقى ينفع ان انا اخد الليم بتاع مين؟ الدينومينيتور اوكي؟ تمام؟ تمام حلو اوكي ده اللي كان يهمني قوي ان انا الفت نظري الباقيين مسائل دايركت خالص مفيش فيها اي مشكله فمش هيبقى معاك اي مشاكل وات سو ايفر وانت بتبص عليهم هم محدودين عندك طبعا انا اتكلمت معاكم على ال
الديريفاتيفز بتاعت التريجنوميتريك فانكشنز، واكدت الليكتشر اللي فاتت ان انا محتاج تومولرايز ساين ماينس 1 وتان ماينس 1 معايا. لما اشوف دي اكس على الروت بتاع 1 ماينس اكس سكوير الاجابه بتاعتها ساين ماينس 1 اكس اللي بالك، ولو شفت دي اكس على 1 بلس اكس الاجابه بتاعتها تان ماينس 1 اكس. دول مش 6 دول 12، لان عندك تان ماينس 1 ساين ماينس 1 كوزاين ماينس 1 مين كوزاين تو ذا باور، او اقصد ارك ساين ارك كوزاين ارك تان وهكذا. وطبعا موجود قدامهم ساين شاين وشاين وتانج، يعني موجود عندك 12. انا مش هقول ال 12 لان هو انت طبعا معاك التيبل تعرف تعمل ده لو انت احتجته داون ذا رود، لكن انا عايز الفكره مني على حاجتين ساين ماينس 1 ومين وتان ماينس 1، دول اللي انا محتاج انك تحفظهم. لو انا دخلت في اللي بعد كده القانون ده مهم. القانون ده بيقول ايه؟ انا ما اقدرش اعمل انتجريشن لاي ترينومينال تخطيط ومهم لانه بيتكرر معاك كتير. ما اقدرش اعمل انتجريشن لترينومينتك فانكشن الا لما يكون الدريفاتيف بتاع الفانكشن اوريدي اكزيست. انا كاتب لك القانون بتاع الدفرنشيشن عشان افكرك بيه. هو انا لو عندي واي بيساوي ساين اف اكس، حد فاكر الدريفاتيف يبقى ازاي؟ رجاء الناس اللي مشغوله خليك معايا شويه تمام. الدفرنشيشن بص كده، انا عايز النقطه دي تبقى مفهومه قوي بالنسبه لي. انا مش بتكلم عن انتجريشن دلوقتي، بتكلم عن الدريفاتيف، لان لما فهمت الدريفاتيف الانتجريشن اللي هتفهم الكلام مش على الساين، الكلام على كل التريجنوميتك فانكشنز. خلي بالك لو انا مثلا على سبيل المثال عندي واي الكلام ده بيساوي الساين بتاع x سكوير ماينس 4 x، حد يقدر يقول لي الديريفاتيف شكله عامل ازاي؟ ها؟ ديفرنشيت. هيبقى كوزاين x سكوير ماينس 4 y داش بيساوي. فيرست اوف اول كوزاين. كوزاين نفس الفانكشن. اهي كوزاين الارجيومنت ذا سيم اللي هي x سكوير تايمز با ماينس 4 x. 2 x ماينس 4 2 x ماينس 4 صح؟ 2 x ماينس معايا شو ده البهوات تمام حلو. خلي بالك انا لو عندي تان لو عندي ست لو عندي اي حاجه تمشي نفس الاسلوب، يعني مثلا على سبيل المثال مش خساره اقول لك واي الكلام ده بيساوي التان اهي نفس المساله اكس سكوير ماينس 4 اكس، حد كده يديني دريفيتيف؟ دريفيتيف يبقى اذا واي داش هيساوي التان الدريفيتيف بتاعه 6 تو ذا باور اوف 6 او 6 سكوير. فلذلك هروح داخل على كاتب ادي عباره عن 6 سكوير بعدين الانجل واتس ايفر هي موجوده زي ما هي موجوده اكس سكوير ماينس 4 اكس. بس الكلام ده لازم يبقى تايمز الدريفيتيف بتاع الانجل اللي هو عباره عن ايه؟ عن 2 اكس ماينس 4. لما بعمل انتجريشن انا بعمل انتي دريفيتيف برجع بالعكس، يبقى حاليا انا ما اقدرش اعمل انتجريشن لاي مساله تريجنوميتك الا لما الكونديشن ده يبقى اوريدي اكزيست. لازم الكونديشن ده يتحقق. خليك معايا بقى كده واحده واحده. يبقى انا لو انا عايز اعمل انتجريشن خلاص انا بعمل عكس اهو، بعمل انتجريشن ماشي وعندي هنا كوزاين بتاعه اكس سكوير في دي اكس مبدئيا كده مش عارف لازم عشان مفيش حاجه. انا مش عارف ليه مش عارف الانتجريشن ميسنج ذا اكس ميسنج ذا دريفيتيف، فمفيش امكانيه ان انا اعمل انتجريشن. ما ينفعش تضرب في فاريبل لان مش هتعرف تضرب في فاريبل جوه وما تقدرش تطلع فاريبل بره. مش هتعرف ثاني دي مش ينفع لان ما عندكش اتليست اكس. لو في اكس ما هو بره تدفع فوق ساين اكس سكوير ماينس الانجل اتس فانكشن برضه في الكوساين اللي تحت برضه. لا لا انا مش فاهم انا كده مش فاهم. ما انا ممكن اعملها نيجاتيف ساين. هو ايه نيجاتيف ساين؟ ده كوساين بتاع اكس سكوير يا جمال فاهم؟ اوكي علشان ابدا تو انيشيت لازم الدريفيتيف بتاع الفانكشن دي الانجل يبقى موجود بره زي ما انت عملت فوق. مش انت فوق فضلت التريجنوميتك فانكشن بعدين عملت دريفيتيف للارجيومنت مش ده اللي انت عملته؟ ايوه طيب بس لازم في العكس ده سيم. اه اوكي
اوكي فهمني؟ طيب استنى بقى، انا بقول لو الاكس دي مش موجوده مش هتعرف. ليه مش هتعرف؟ لان لو ضربت في اكس فوق وضربت في اكس تحت انت ما عملتش حاجه. انت عندك اكسايه انت عايزها بس الاكسايه اللي تحت هتوقف لك الدنيا لان ما لهاش تركيب في الانتجريشن. وانا ما عنديش يعني we are not allowed to multiply in a variable inside the integration sign and outside it. You can do that. In the maximum that you can do, you can multiply by a constant number within the integrand and the outside it. That's it. اخرج تضرب في رقم جوه وبره لانه constant. لكن ما اقدرش اضرب في مين؟ في variable. واضحه؟ طيب المساله بتاعتي اصلا فيها اكس، علشان اعمل integration اللي تشيك لازم الاكس سكوير دي هو الديريفيتيف بتاعها بيساوي كام؟ انا بيساوي 2 ده اخر اروح ضارب هنا في 2 واقسم بره على كام؟ لان من اللوز بتاع الانتجريشن ون اوف اتس لوز انك if you have a constant you can take the constant outside integration sign ما عندكش مشكله فيه. الستيب اللي بعديها على طول بص ارجوك خلي بالك انا ماليش دعوه بده مش هبص على ده. انا هبص دلوقتي على الكوزاين طالما الكونديشن حقق انتجريشن الكوزاين ده بيساوي كام؟ ساين. بعدين انزل الساين انزل الانجل بتاعتي النمبر اللي بره ينزل بره بعدين ازود مين هنا؟ خلصت المساله بتاعتي. دكتور دي ممكن تكون اكزام كويستشن؟ ممكن تكون اكزام كويستشن؟ لا يعني انا قلت حاجات الانتجريشن ممكن تيجي ولا بس دي انت هتحتاجه في وسط الشغل. بصوا يا شباب البيت المشكله فين؟ انت النيو فورمولاز انت مش هيبقى عندك فيها مشاكل. المشاكل هتظهر عندك فين؟ في الفلس اللي انت بتشتغل فيه ده وهو ده اللي عليه الجريدز بتاعك مش هتعرف تعمل حاجه تانيه. اوكي؟ طيب حلو قوي كده في اي مشاكل؟ شباب كده في اي مشاكل؟ اوكي حلو قوي. طب بص على دي كده وقول لي اعمل ايه؟ طبعا انا بحاول بس يعني to go extra mile with you just a little bit. الراجل ده عصبي جدا. بس حد يقدر يقول لي عادل عادل عامل ديفرنشيشن بتاع لحظه عايز افكر هعمل بس اسمه ايه ده ديفايد باي نيجاتيف 1 ومالتبلاي باي نيجاتيف 1. انا عارف ان الكوزاين اكس الديريفيتيف بتاعه بيساوي كام يا شباب؟ نيجاتيف ساين اكس. وانا عندي ساين هضرب في نيجاتيف 1 بس هو يقدر يبقى على طول هروح داخل تاني للاي هذا النيجاتيف تبقى طالما الكونديشن ساتسفايد ان الكوزاين اكس الديريفيتيف بتاعه اوريدي اكزيست ماليش دعوه ابص على 6 سكوير مين بيبقى يبقى اذا على طول الاجابه هي عباره عن التان بتاع الكوزاين اكس بلس الكونستنت زي ما انتم ها اوكي يا شباب 100 100 روح خلاص عدينا الجزء لحظه ايوه انا بتاعت الانتجريشن للسكس سكوير الكوزاين بنسيبها زي ما هي خلاص طالما هي الكونديشن بتاعها موجود خلاص وبنسيبها زي ما هي تنزل زي ما هي انت عايز صح ولا غلط؟ اعمل دريفت بالظبط ديفرنشيت التاني it's gonna be 6 square for the same angle times derivative of cosine which is gonna develop negative sin x negative times negative تبقى positive زي ما كانت في الاول. اوكي طبعا عندك انا حاطط على دي اكتر من مساله انا حاطط لك 2 cosine 2 x actually دي بتتكرر كتير قوي يعني انا احيان كتير قوي يظهر عندي integration for cosine 2 x اوتوماتيك هتلاقي انا كاتبها ايه في الانتجريشن؟ ساين 2 اكس ديفايد باي 2 ده اكس انت فاهمني؟ يعني لو انا عندي مثلا كوساين 2 اكس دي هتظهر معايا. طيب وانا بعمل انتجريشن هتلاقي الانتجريشن مش محتاج تفكر بقى انت فاهم الميزه هي ساين 2 اكس ديفايد باي 2 فاهمني؟ شباب متابعيني ولا فاصلين؟ اوكي طبعا عندك هنا اكتر من مساله بس مجرد انها مش القانون مدربك حضرتك انزل معايا هنا برضه حطيت لك اهو مجموعه مسائل ظريفه مفيش فيها مشكله كل ده كلام فاضي. اوكي انا الحته اللي انا عايز اوريها لك فين؟ ولا افرض الجزء ده انا باكد عليه في حاجتين انا محتاج الساين ومحتاج التان ماينس 1
محتاج تاني والمسوار ومحتاج مين؟ الصرف. انا قلت ده كتير. تعالى لي كده في مجموعه المسائل دي تهمني قبل ما اجيب على حاجه. انا عايز اعمل انتجريشن، ارجوك ركز قوي معايا، فكر. عايز اعمل انتجريشن في دي اكس اكس دي اكس على 1 بلس اكس سكوير. عايز اعمل انتجريشن لدي اكس على 1 بلس اكس سكوير. عايز اعمل انتجريشن لاكس دي اكس ديفايدد باي 1 ماينس اكس سكوير. عايز اعمل انتجريشن لدي اكس ديفايدد باي الروت بتاع 1 ماينس اكس سكوير. دول بيلخبطوا كل واحدة فيهم لازم تبقى فاهم ليه. مهم أقول لك فاهم ليه. لو جيت على أول واحدة حد يقدر يقول لي دي مين؟ ساين. أرجوك ركز. أنت شايف إيه قدامك؟ أول ما بيظهر، طب خليني أوضح لك فكرة. أول ما بيظهر عندي نومينيتور وديناميتور أنا ببص في الديناميتور. لما بص على الدينومينيتور الديفرنشال بتاع ده بس بص على الدينومينيتور ديريفيتيف الدينومينيتور بكام؟ محمد ديريفيتيف الديفرنشال بتاع الدينومينيتور 2x. هل 2x دي تنفع تبقى فوق؟ اه. يبقى انا على طول اول واحده خلاص انا قررت اروح جاي على البروبلم دي تايمز 2 واوتسايد اي ويل ملتيبلاي باي اوف خلاص مش هعمل حاجه خلاص كده اصبح الدينومينيتور الديريفيتيف بتاعه اوريدي اكزيست اون دينومينيتور اتس دان. يبقى اذا باي اتس جون ايكوال تو هاف لين بتاع 1 بلس اكس سكوير بلس كونستنت. احمد تعال بص لي على دي وقول لي اعمل ايه. انا شايف نومينيتور دينومينيتور انا ببص في الدينومينيتور اكتر عينيك على الدينومينيتور برضه نفس الكلام. هو الديريفيتيف الدينومينيتور حضرتك شايفه بكام؟ بس مفيش في شكس ممكن مش هعرف العب ممكن نطلعها ونخليها هتعملها كده هي انفرس 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 يبقى ده انفرس فانكشن. ليه بقى انفرس فانكشن؟ بص بقى انا هعمل ايه؟ انا اخري في الحركه دي. بصوا يا شباب وده مهم قوي. بص انا هشيل 2 دي خليني امسح كده. انا هعتبر دي اكس تو ذا باور اوف كام؟ شيء اكس باور 2 انا هبصها كده. التشيك الوحيد اللي انا عايزك تعمله انك تتاكد ان اللي جوه الراكت تحت اللي جوه ده الاكس دي الدريفيتيف بتاعها بكام؟ ينفع يبقى موجود؟ انا بتكلم عن اللي جوه من غير البراكت اللي واخد سكوير موجود اه. الاكس دريفيتيف بتاعها بكام؟ اوتوماتيك الاجابه معروفه ارك تان اكس بلس الكونستنت الاجابه معروفه هو ايه ارك تان؟ اللي هو تان. خليني بعد ما اخلص ده اقول لك على حاجه بتلخبط شويه برضه. الكلام ده واضح؟ مره ده واضح واضح يعني اوكي. طب لو انا رحت على دي حد يفتي مارتينا افتيني كده اعمل ايه؟ انا قلت لك فوق تحت تحت انا شايف ان في تراكش راشونال ها ها مش فارق معايا بس هعمل ده ليه؟ يعني انت اللي قلتيه صح هستفيد ايه؟ هيوديني فين؟ ابص على اللي جوه هو الدريفيتيف اللي جوه بكام؟ ماينس اللي جوه ده الدريفيتيف بتاع اللي جوه ده انت شايفاه كام؟ طيب do you have minus 2x can you do it yes simply I will multiply by negative 2 وبره هيبقى عندي negative 1 over 2 ضل اعمل اللي انت بتعمله يبقى انا على طول في next step اقول ان ده negative 1 over 2 افتح كده ده negative 2x افتح البراكت زي مارتينا ما قالت بالظبط ده negative half ادي دي اكس يا فندم ده 1 minus x to the power of 2 رفعته لفوق اديته مشاركه الستيب اللي بعديها هعمل ايه؟ اد على الباور 1 واسم على الباور الجديد.
يبقى اذا الريزلت بتاعتك هيبقى اي بيساوي نيجاتيف 1 بار 2 وكده البراكت 1 ماينس اكس سكوير تو ذا باور اوف هاف ديفايدد باي هاف بلس ا كونستنت. مش تنسى ان ده نيجاتيف هاف بلس 1 والريزلت بتاعتك تبقى هاف. طب انا عايز اسال سؤال دلوقتي ايه الفرق ما بين دي ولا دي؟ ليه ما عملناش في دي؟ مين؟ ليه ما عملناش في دي؟ ده بسيط، لان لازم في اللوجيستيك فانكشن الدينومينيتور يبقى الباور بكام؟ باور واحد، وعشان كده حطيته مطبقت. طب تعالى لي هنا ساين كوساين كوساين ارك ساين. ما انا قلت لك حاجتين، يا ساين ماينس 1 يا تان ماينس 1 بس. انا ما بختصر عليك يعني، وانا لو جبت مسائل هحاول اميل في الحاجات اللي تنفع تان ماينس 1 وساين ماينس 1 عشان ما بهدلكش ورا. واضحه؟ طبعا برضه نفس الكلام بالظبط اللي انا قلته لك، ان انا عندي اهي دي اكس سكوير، الدريفيتيف مش فوق، ما عنديش اكس. طب اهرب من المطب ده ازاي؟ يبقى هعمل تشيك ان الاكس دي كده بس هي الدريفيتيف بتاعتي يبقى بكام؟ يساوي 1 اشتغل. ماشي حاجة. ها؟ تمام؟ تبعني خلاص؟ يبقى اذا ده على طول الاجابه اي هيساوي ارك ساين اكس بلس الكونستنت. النقط دي هي اللي بتعمل غلطات الناس كلها المفترض في القبطة. طالما انت مذاكر وكويس وكل حاجه مش هتعمل مشكله. الحته الصغيره دي بتعمل بعض المشاكل البسيطه. تمام؟ في كمان حاجه احب الفت انتباهك ليها. طبعا ده موجود وخلاص هو ريكوردنج ان شاء الله انا هرفعه ات ذا ورست كيس سيناريو اون ونزداي. النهارده ممكن ما الحقش، بكره هبقى مشغول قوي يعني مشغول جدا، ممكن يوم الاربعاء الصبح احاول ارفعه. اوكي؟ طيب خلاص اوكي. انا كنت عايز اوريك ايه؟ في حته بتلخبط وانا برضه عايز اكتبها لك. في فرق الناس لازم تبقى فاهمه ان في فرق بين، بص كده، لو انا بكتب وانا مش محتاج اقرا المسافات كلها موجوده يعني بصوا يا شباب، في فرق ان انا اكتب ساين سكوير اكس عن ان انا اكتب ساين اكس سكوير. في فرق بين الاثنين دول كبير. اوكي؟ ودي هي هياها بالظبط، الشكل ده هو بالظبط، ان انا بكتب ساين اكس كله على بعضه تو ذا باور اوف 2. اللي تحت ده معناه ان عندك الساين الارجمنت بس هي اللي اكس سكوير. الاثنين بيجيبوا عادي خالص، كده خالص. خلي بالك ان انا احيانا لما باجي اكتب ساين نيجاتيف 1 اكس حاجه بالشكل ده، مش قصدي انها باور. الشكل اللي انت شايفه قدامك ده انا بقصد بيه ارك الساين بتاع مين؟ بتاع اكس. طب لو عايز اقول ساين اكس تو ذا باور اوف نيجاتيف 1، لا دي لازم اكتبها عادي. دي لازم اكتبها ساين اكس وكلهم على بعض تو ذا باور اوف نيجاتيف 1 اللي هي تساوي 1 divided by sin x. اللي هي لو انتوا واخدين بالكم متذكرين يا جيمي ده كوزين اكس. خلي بالك ان دي خلاف دي خلاف دي طبعا اللي هي sin x negative 1 اللي هي بتساوي الساين بتاع 1 over x. الكلام ده بيلخبط. ماشي؟ خلاص بالتالي كده خلاص واضح. اوكي؟ الارك ساين بس هي اللي انا ممكن يعني نيجاتيف 1 دي هي اللي مقصودش بيها واحد على ساين اكس. تمام؟ اوكي. طبعا الناس كلها فاهمه ان كلمه ساين لوحدها ما لهاش معنى. كل التريجنوميتك فانكشنز بلا استثناء كلمه ساين لوحده ده ما لهاش معنى. تاني ها؟ فهمت ايه؟ مش معنى. لكن لما اقول تان اكس انت فاهم ان الاكس دي هي عباره عن ايه؟ انجل. فالمسميات لازم ابقى فاهم ان قوتها جايه من الانجل اللي موجوده معاك. الكلام ده برضه يهمني انك انت تبقى في دماغك. خلاص انا كده خلاص قوي كفايه قوي كده على الحاجات البسيطه دي. عايز اتكلمها بقى، اعتقد ان انا داخل على الانتجريشن في الماتس. يا بنت التعليمات ايه؟ انا فاكر انت خلاص بقى اغلبنا في الريحه اللي هو خلصت الريحه. لا لا ده مهم جدا، ده اهم مسألة. بصوا بقى يا شباب، انتجريشن باي بارتس انا كاتبه ازاي؟ انا هكتبه وامشي فيه. ده مهم جدا جدا فوق التخيل. بص بقى
مش بشتغل انا بالدي دي يو دي في، انا هعلمه لك زي ما انا شايف. بصوا يا شباب، الانتجريشن ان جنرال ذير از نو مالتيبليكيشن. الانتجريشن ذير از نو مالتيبليكيشن. Once you see two functions multiplied in each other, there is a relation connecting these two functions. ده اللي انت شفته من شويه. بضرب x times sin x squared. في connection. ما مش multiplied. في connection. One of them is the derivative of the other one. اما بتشوف division, integration مش راجع division. بس انا mainly في القوانين اللي انا شفتها, there is a relation connecting the denominator with the denominator. في علاقه بتربطهم ببعض. الجزء بتاع الانتجريشن باي بارتس بيناقش الكيسز لو انا عندي تو ديفرنت فانكشنز الاثنين مختلفين تماما مالتيبلايد ان ايتش اذر اعمل ايه؟ لو ده حصل لازم استخدم اللو ده. هنا بالنسبه للبي دي اف اللي موجود معاك الارو لفوق ده انتجريشن، الارو لتحت ده ديفرنشيشن. يبقى اول ما اشوف السهم ده لفوق ده معناه ان انا اي ويل انتجريت. لما اشوف السهم اللي تحت معناه ان انا هعمل ايه؟ ديفرنشيشن. القانون الاساسي شباب ارجوك خليك معايا ولو ثلاث اربع دقايق بس ما تتشغلش بحاجه ثانيه، يعني ما تكتشفش ان في رجلين، ما تكتشفش ان في صوابع، مش الشباب دي مش دلوقتي معايا؟ هيك اكتشافاتك النفسيه دي مش حاجه ماشي؟ خليك معايا بس دقيقتين ثلاثه تفهم ده خالص. انا طبعا هنا في انتجريشن وفي ديفرنشيشن وانس مور انا بقول لك عليه. اول ما يظهر عندي two functions multiplied with each other هختار one of them to integrate والother one will be differentiated. يعني هختار واحده من الدالتين دول اعمل لها تكامل. اختار انت اللي هتختارش ان شاء الله اوريدي يكون مدين السؤال اسكت. واحده منهم اعمل لها ايه؟ تفضل. اول حاجه هعملها هختار من دول واحده تتكامل بدل ما هي اف داش اكس. خلي بالك يا جمال انا خليتها اف اوف اكس يعني الدم التكامل. خلي بالك يا يوسف الفانكشن الثانيه تنزل جنبها بالظبط مفيش تدخل. بعدين ماينس يا احمد بعمل انتجريشن الفانكشن اللي اوريدي انتجريتد تنزل زي ما هي. طب الفانكشن اللي انا ما عملتش فيها اي حاجه الجزء اللي انا ما عملتش فيها اي حاجه ديفرنشيت. هعمل ايه؟ انا عندي تو فانكشنز مالتبلايد ان ايتش اذر. تو فانكشنز مالتبلايد ان ايتش اذر. There is no